السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد ويوم جميل من جولات قناة أقوى العروض في السعودية، جوكر العروض، نسر اليوتيوب من كل الأسواق. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا نهاية الأسبوع في بند. الفيديو ده بنجمع فيه كل الفيديوهات اللي احنا عملناها في فيديو واحد، بيكون بقى فيديو طويل جدا. معلش الناس اللي بيفوتها الفيديوهات اللي احنا بنعملها، الناس اللي لسه بتشوفنا أول مرة، احنا قناة أقوى العروض، جوكر العروض أو نسر اليوتيوب زي ما احنا بنقول. طبعا بنعمل عروض حلوة جدا في بند كل الأسواق، كل العروض القوية جدا بتلاقوها في القناة. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة بيكون فيديو شامل لكل العروض، عروض نص السعر، عروض واحد زائد واحد، عروض الميجا اللي هي العروض القوية جدا، وعروض حصرية للأعضاء، أعضاء برنامج الأرباح في بند، وعروض توفير أكثر سعر أوفر. كل العروض هنشوفها في فيديو واحد، فيديو بيكون يعني في كل العروض، عشان كده بيكون طويل جدا لأن عروض باندا. لو شفت البروشور 116 ورقة، يا بال بقى الفيديو اللي أنا هعمله بقى على 116 ورقة ده هيكون فيديو طويل جدا، وفيه كل العروض القوية جدا في باندا اللي قدامك فيها 3 أيام لو أنت محتاجها تلحقها قبل يوم 7 فبراير اللي هو يوم الثلاثاء القادم. أول حاجة بنشوف الزيوت، زيت أبو زهرة، زيت دوار شمس، 3 ب45، 1 ب20 ريال. في برضو زيت نخيل، 1 ب15 ريال، وفي زيت صني، 1 ب16 ريال. وفي عروض قوية جدا جدا في قسم الزيوت، في الأرز، في المكرونة، في الشعرية الأندومي، في الدقيق، في التونة. هنشوف مع بعضنا العروض الطازجة، هنشوف عروض الفواكه، عروض الدجاج، عروض أسعار البيض، في أسعار حلوة في البيض، بيض الوطنية. هنشوف في شامبوهات، في المنظفات، في عروض قوية جدا جدا. تابعونا وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بقى نشوف بقى. جدا على زيت ذرة عافية اللي هو الحجم الكبير 9 لتر، الناس اللي بتحب تشتري الأحجام اللي هي الكبيرة دي طبعا بيكون أوفر. 9 لتر نازل من 135، من 135 ل 110 ريال، زيت ذرة عافية طبعا كميات كبيرة زي ما احنا شايفين أول يوم، طبعا بيكون الكميات كلها موجودة. في لبنة برضو بريزيدنت الكيلو ب23 ريال، في نوع من الجبنة اهو الكيلو ب83، في قشطة الطيب شبيهة قشطة الطيب بالكيلو ب22، في لبنة بدر الكيلو، لبنة بدر الكيلو ب20 ريال، في هنا جبنة غنم عكاوي استرا الكيلو ب43، في نوع من الجبنة تاني اهو الكيلو ب83. جبنة نابلسية الكيلو ب50، في جبنة بدر قليلة الدسم مع الحبة السوداء الكيلو ب37، الجبنة القريش الغير مملحة الكيلو ب30 ريال، في الجبنة الدنماركي، جبنة دنماركي الكيلو ب11.5. دي كل العروض اللي هي في الجبنة، دي أسعار عادية بقى. الجبنة المصرية دي كلها الدبل كريم والفيتا دي كله 23 دي من غير عروض. دي عروض على الجبنة بقى، أنواع الجبنة، في قشقوان الكيلو ب50 ريال، قشقوان دي دايما بتكون غالية الكيلو ب50 ريال، في جبنة شيدر حمراء الكيلو ب55، وجبنة شيدر بيضة الكيلو ب55 برضو، والجبنة الموزاريلا القالب معدلة بالدهون 35 ريال بدل من 50، بدل من 40 ريال. في عروض المربى، مربى التين والفراولة، كل ده أنواع، كل المربى دي نازلة ب 17 ريال كيلو، 17 ريال كيلو،
الا التوت البري ده ب 19 جنيه. التوت البري 19، باقي كل الانواع 17 جنيه. عروض الجبنه والزبده، في زبده غير مملحه اماراتيه هنا بالكيلو بالعلبه، حصر للاعضاء ب 10 ريال، ولو عرض عادي ب 14 ريال بالكيلو. دي اللي هي الزبده غير مملحه اماراتيه. في برضو جبنه فيتا دنماركي الكيلو نازل للاعضاء ب 11 ونص بدلا من 23 ريال، اللي هي الجبنه اللي هي في العلب دي. في برضو هنا عرض خاص على اللبنه، اللبنه اللي هي البريزيدنت، الاتنين كيلو 750 نازله من 90 ونص ل 50 ريال، والكيلو لو انت خدت بالكيلو الكيلو ب 23 ريال بدلا من 33 ريال. دي عروض حلوة جدا اهي في الزبدة والجبنة واللبن. في برضو هنا الجبنة الموزاريلا اليومي الكيلو نازل من 40 ريال ل 35 ريال، اللي هي بالقالب ده، اللي هي بالقالب اسمها يومي. في عروض الزيتون، الزيتون اللي هو الكلماطة ب 30 ريال، الكلماطة ده ب 30 ريال. في الزيتون الأسباني الأسود وأكيد الأخضر برضه الكيلو ب 15 ريال. باقي كل الزيتون ده أسعار عادية. في هنا ليمون مغربي الكيلو ب 15 ريال، الليمون المغربي. المخلل المصري المشكل ده الكيلو ب 11 ريال، الكيلو ب 11 ريال. في مخلل برضو تاني ب 15 ريال، المكون ده الزيتون. الزيتون الأخضر الكيلو ب 15 ريال. في هنا مرتديلا زيتون الكيلو ب 25 ريال. نهار البيض اليوم في باندا بقى النهارده فيها يعني سعر حلو جدا على الوطنية، الوطنية ب 21 ونص، 21 ونص. طبعا مفيش عروض، احنا هنقول اسعار، الاسعار ب 21 ونص هي الوطنية، في انتاج ب 24 ريال 75 هنا. السعر ده ثابت اديله فترة، يعني انتاج 24 ريال 75 هنا. في برضو نوع تاني اسمه سديم، اسمه سديم ب 26 ريال. ده الفلق زي ما هم حاطينه غلط. يعني هنا أهم حاجة اللي هو أقل سعر اللي هو الوطنية، الوطنية ب 21 ونص. طبعا الصحة دي بتكون غالية، الصحة دي ب 30 ونص، وفي ب 36، وفي ب 27. 27 دي اللي هي طيبة، طيبة ب 27. الأسعار بصراحة أسعار البيض هنا غالية جدا ما عدا الوطنية، الوطنية ب 21 ونص. وفي صح ده 15 حبة ب 18 ريال 75 هنا. عروض الدجاج الطازج، في عروض حلوة جدا على الدجاج الطازج. هنبدأ بشركة اليوم. اليوم في صدور فيليه اللي هو 900 جرام نازلة من 44 وربع ل 40 ريال وربع، يعني 4 ريال خصم، اللي هي 900. في ال 450 ب 20 ونص بدلا من 23، 20 ونص بدلا من 23. دي الصدور الفلاه في شركه اليوم. في افخاد دجاج نازله من 10 ونص ل 9 ريال 95 هلا، 450 جرام اليوم. برضو احنا بنشوف اليوم في ارجل دجاج كامله 900 جرام ب 17 ريال 75 هلا بدلا من 21 ونص الطبق. في الحبه الكامله، الحبه الكامله اللي هي 1200 نازله من 24 ريال 75 هرله ل 21 ريال 75 هرله. في الحبه الكامله اللي هي ال 1000 نازله ب 20 ريال وربع، 20 ريال وربع بدلا من 22 ريال، اللي هي ال 1000 ب 20 ريال وربع. في برضو هنا أرجل دجاج كاملة 17.75، دي قلناها. دي كل الأسعار اللي هي في دجاج اليوم.
هنشوف بقى رضوى. رضوى في ليه رضوى اللي هو 900 جرام ب 41 ريال ونص، 41 ريال ونص بدل من 45 اللي هو الفليه. في صدور دجاج برضو الفروج الذهبي، الفروج الذهبي 450 جرام، نازل من 23 ونص ل 18 ريال، ده حلو جدا، سعر حلو جدا، 18 بدلا من 23 ونص، 450 جرام. في لو انتوا شفتوا بقى هنا في أرجل دي اسمها مقادم دجاج طازجة 500 جرام، دي بتتباع بكام بقى يا جماعة؟ بتتباع ب 7 ونص، 7 ونص. أنا ما بشوفش إلا رضوى هي اللي بتعمل المقادم الدجاج دي، شركة رضوى فقط هي اللي بشوف منها النوعية دي. صدور دجاج فيليه رضوى 450 جرام، نازلة ب 20 وربع بدلا من 23 ريال، 450 جرام. هنشوف برضو انتاج صدور دجاج فيليه انتاج 450 جرام ب 20 ونص بدلا من 24 ونص. في اللي هي صدور دجاج برضو 450 جرام التنمية، نازلة ب 21 ريال بدلا من 22 ونص. في التسعمية اللي هي التنمية، 900 اللي هي التنمية، صدور دجاج نازلة ب 40 ريال بدلا من 41 ريال. في قطع دجاج اليوم 900 جرام اللي هي مشكلة دي، نازلة ب 16.75 هرلة بدلا من 19.75 هرلة. إنتاج الحبة الكاملة، الحبة الكاملة في إنتاج اللي هي 900 ب 18 وربع بدلا من 20، 18 وربع بدلا من 20 اللي هي 900 اللي هي إنتاج. طيب القطع المشكلة، طبق القطع المشكلة في إنتاج اللي هو 900 جرام ب 14 ريال بدلا من 16 ريال، 14 بدلا من 16. في اللي هو الطبق المشكل ده من إنتاج 14 بدلا من 16 ريال. في سيقان دجاج كاملة اللي هي الدوحة 8.75 ريال هرقة بدلا من 11 ريال. أجنحة الدوحة، أجنحة الدوحة ب 5 وربع، كبدة الدجاج الدوحة نص كيلو ب 6 وربع، دجاج مفروم الدوحة 500 جرام ب 13.75 ريال هرقة. الدوحة بتكون أسعارها حلوة. في الدجاج المتبل إنتاج 600 جرام ب 13 وربع بدلا من 14 وربع، الشاورما 500 جرام ب 15 ونص بدلا من 18 ونص، الأجنحة 500 جرام ب 7.75 بدلا من 10.75. دي إنتاج. شوف بقى الدجاج المتبل برضو اللي هو اليوم، في دجاج بالفلفل الحار ب 17 ونص بدلا من 20 ونص، 750 جرام، كله 750 جرام. اللي هو الشاورما ب 16 ونص، وشاورما الدجاج ب 16 ونص، 400 جرام الشاورما دي، 400 جرام الدجاج او الشاورما الدجاج 400 جرام، نازله من 10 ونص، من 19 ونص ل 16 ونص، 400 جرام. في النوع التاني اللي هو بالفلفل الحار ده ب 17 ونص بدلا من 20 ونص، وفي 16 ونص بدلا من 19 ونص. الدجاج متبل اللي هو اليوم. في الحبة الكاملة التنمية، الحبة الكاملة الألف ب 20 بدلا من 20 ونص، والطبق اللي فيه تلاتة ده مفيش، مش موجود، ال1100 ب 21 اللي هي التنمية. في الكبدة التنمية ب 8 وربع، كبدة التنمية ب 8 وربع، الطبق اللي فيه تلاتة ب 40.75 هرن، الطبق اللي فيه تلاتة ده اللي هما 700 جرام ب 40.75 هرن. في دجاج الفروج الذهبي الحبة الكاملة الألف ب 20 بدلا من 20.75 هرن. دي كل العروض، أو يعني العروض المميزة جدا في الدجاج الطازج في بندا هذا الأسبوع. زيت الزيتون، في زيت زيتون ناتج اللي هو الحجم الصغير اللي هو 250 مللي، نازل ب 13 ريال بدلا من 15 ريال. ناتج اللي هو زيت اسباني عضوي، واحنا طبعا عاملين فيديو حلو جدا على ازاي ان انت تختار
زيت الزيتون، لان فيه انواع كتير منه، بكر ممتاز وفيه بكر وفيه متبقي زيتون. فعشان تعرف الافضل شوف الفيديو، طبعا فيه معلومات حلوه جدا. هنا زيت ناتج اللي هو زيت عضوي نازل قلنا 13 ريال و 250 مللي. في عضوي برضه ناتج 1 لتر نازل من 54، نازل 45 ريال. من 54 نازل 45 ريال، اللي هو 1 لتر في العلبة اللي قدامنا دي. في برضه من زيت الزيتون اللي هو زيت زيتون عافية بالفلفل وبالريحان، نازل عليها عرض من 22 ل 19 ريال عافية. في زيت بكر المراعي 250 مللي، نازل من 12 ريال ل 10 ريال، اللي هو المراعي اللي هو الحجم الصغير 250 مللي. برضو ده زيت زيتون اسباني ومن الانواع الحلوة برضو الموجودة. شايفين الكمية، يعني الكمية كلها خالصة، في واحد حبة فقط. في برضو هنا زيت زيتون بكر اكسترا اللي هو باندا، برضو الكمية يعني باقي علبتين فقط، نازل من 20 ريال ل 15 ريال، اللي هو 500 مللي. زيت زيتون باندا برضو. في هنا زيت عافية اللي هو 2 لتر، نازل ب 53 بدلا من 80 ريال، اللي هو 2 لتر زيت زيتون بكر عافية 2 لتر، نازل ب 53 بدلا من 80 ريال. دي العروض اللي هي موجودة قدامنا في زيت الزيتون في بندق. عروض الأرز، في طبعا العرض اللي هو قوي جدا وعليه إقبال كبير جدا، وإحنا مش شايفين منه، يعني لسه مش موجود أو الكمية اللي جت خلصت. ممكن إحنا لسه في أول يوم، اللي هو بنجابي المهيدة اللي هو 10 كيلو اللي إحنا بنصوره ده 5 كيلو، اللي هو نازل عرض اللي هو 10 كيلو، نازل عرض حلو جدا أهو في البروشور كمان، هو نازل ب 70 ريال بدلا من سعره اصلا حوالي 99 ريال، نازل من 99 ريال ل 70 ريال. حصري للاعضاء برضو، حصري للاعضاء. في برضو هنا نوع تاني نازل اسمه بوابة الهند، بوابة الهند 10 كيلو، نازل من 90 ريال ل 55 ريال، وبرضو مش موجود، ممكن يكون لسه هيجي برضو. بوابة الهند والمهيدة بالاتنين دول عرضين حلوين جدا. في برضو هنا العائلة اللي هو 5 كيلو، نازل برضو عرض حلو جدا، نازل 37 بدلا من 46.5، اللي هو العائلة 5 كيلو. في عروض حلوة جدا على الأرز اللي هو بسمتي، في العائلة، في العائلة زي ما احنا شايفين اهو، العائلة اللي هو 5 كيلو نازل ب 37 بدلا من 46.5 بدلا من 46.5. شوف برضو في عروض تانية، في ممكن باب الهند اللي هو نازل ده، ممكن يكون اسمه باب الهند، باب الهند اللي هو 10 كيلو، نازل عرض حلو جدا، نازل من 90 ل 55 ريال، ولكن طبعا هو مش موجود. في باب الهند اللي هو العنبر ده اللي هو الكلاسيك ده، نازل اللي هو 10 كيلو، 10 كيلو نازل ب 115 ريال بدلا من 145 ريال، 115 بدلا من 100 بدلا من 142 بدلا من 142، اللي هو ده اللي هو العنبر ده كلاسيك برضه، ده عرض كويس برضه. يبقى في كذا عرض احنا شفناه كده في الأرز اللي هو بسمتي. عروض الأرز المصري، في حافل، في حافل ده نازل بكام؟ ب 27 بدلا من 37، يعني نازل 10 ريال. حافل اللي هو 5 كيلو ده نازل 27 بدلا من 37 ريال. أرز مصري حافل، الحجم بتاعه 5 كيلو. في برضه من الأنواع اللي هي نازلة عرض حلو جدا برضه، اللي هو الوايت سوان. وايت سوان ده نازل كمية أكثر، توفير أكثر، الحبة الواحدة لو خدت حبة واحدة ب 35، لو خدت اتنين ب 60 ريال، يعني لو خدت اتنين هيحسبولك ب 30 ريال. طبعا مفيش هنا غير 3،
ممكن طبعا هيجي منه تاني ان شاء الله، بس هو اصلا سعره نازل من 40 ريال. من 40 ريال لو خدت حبة واحدة 35، لو خدت حبتين بيحسبهولك ب60 ريال. طبعا برضو حصري للأعضاء، كل العروض نازلة للأعضاء، اللي هو تشتري برقم الجوال. كمان من العروض اللي نازلة اللي هو العائلة، اللي هو أرز مدعم بسمتي أبيض هندي، ده أرز عائلة، ده 4.5 كيلو نازل من 47، نازل 37 ريال. ده برضو من العروض اللي هي نازلة على الأرز. من العروض الحلوة جدا في الأرز في جرين فارم، اللي هو الأبيض ده، جرين فارم ده 10 كيلو، نزل العرض على 10 كيلو ب77 ريال بدلا من 85 ريال. جرين فارم أرز بسمتي أبيض ده نازل عرض من 85 إلى 77 ريال، اللي هو حجمه 10 كيلو. وده المكرونة، في مكرونة ميزة اللي هي لسه جاية جديد بندى، ديت لها حوالي 2 3 أسبوع، ويعني في ناس جربتها وطبعا بيشكروا فيها جدا، جميلة يعني. في الخمسة نازلة منها بكام، بدلا من 12.5 نازلة 9 ريال أو 8 ريال 95 هللة على كل الأنواع منها. الحجم بتاعها 400 جرام، الكيس الواحد 400 جرام، وزي ما احنا شايفين في ناس كتيرة واخدة منها. أنا عن نفسي جربتها وجميلة على فكرة، جميلة جدا، اللي هي ميزة ال5 حبات ب9 ريال. ده أول عرض في المكرونة. في برضو عرض على التريفا، التريفا اللي هي البنفسجية دي، نزل عليها عرض 2 زائد 2، يعني الأربعة نازلين ب9 ريال بدلا من 18 ريال. ده من عروض نصف السعر أو 2 زائد 2 مجانا لتريفا. أنا بشوف برضو، بشوف جودي مش شايف جودي عليها عروض، ولا البريفيتو برضو مش شايف عليها عروض. يبقى في عندك عرضين في تريفا وفي ميزة. في برضو ايطاليانو مفيش، او هما لسه مش معلقين. انا بقول اللي قدامي الجود برضو مش شايف عليه اي عروض. يبقى في عندك ميزة وتريفا، عرضين حلوين جدا، تريفا ال4 بـ9 وميزة ال5 بـ9 ريال. عروض رمضان القوية على الطحين أو الدقيق، في عرض قوي جدا، في أكتر من عرض على فكرة. في عرض على اللي هو الطحين ده، اللي هو سوبر فاخر، اسمه المطاحن، المطاحن الأولى، الاسم بتاعه المطاحن الأولى، أنا أول مرة أشوفه في بندا. نزل عليه عرض حلو جدا، ال10 حبات يعني ال10 كيلو بـ15 ريال، بـ15 ريال. اسمه طحين سوبر او المطاحن الاولى، ال10 كيلو نازلين ب15 ريال. ده اول عرض حلو جدا في الدي، ودي طبعا من الحاجات المهمة جدا في رمضان. في برضو هنا فوم اللي هو الازرق ده، نازل ال8، يعني ال8 كيلو ب13.5، نازل ال8 كيلو ب13.5. ده منتج سعودي. في برضو الاولى نازل على الحجم الكبير اللي هو ال5 كيلو ده، نازل ب15 ريال، اللي هو 5 كيلو و5 كيلو نازل ب15 ريال، 1 زائد 1 مجانا. من العروض القوية جدا هذا الأسبوع في ال في بندا على الطحين أو الدقيق. دي طبعا كل العروض اللي هي موجودة في الطحين أو الدقيق. في اللي هو المطاحن الأولى ال10 كيلو ب15 ريال، وفي الفوم ال8 كيلو ب13.5، وفي الأولى اللي هو الحجم الكبير 5 زائد 5 ب15 ريال برضه. دي كل العروض الموجودة في الطحين. العرض هنا على زيت الكانولا اللي هو باندا، عروض الزيوت في زيت الكانولا باندا لتر.5، نازل من 31 ريال ل25 ريال، اللي هو باسم باندا. في ليزا، ليزا ده اللي هو زيت طبخ ذرة،
نازل من 22 ريال ل 19 ريال، برضو ده لتر ونص. في برضو هنا زيت نور، زيت نور اللي هو زيت ذرة، لتر ونص نازل الحبة من 59 ل 37 ريال، اللي هو الحجم الكبير اللي هو 2 لتر و700، 2 لتر و700 زيت نور ذرة، 2 لتر و700 نازل ب 37 بدلا من 59 ريال. في برضو هنا زيت عافية، زيت عافية اللي هو دوار شمس، ناس كتير واخدة منه، نازل العبوة ب 38 ريال بدلا من 54 ريال، بدلا من 54 ريال نازل 38 ريال، ناس كتير واخدة منه اهو. من عروض الزيوت في زيت حياة، زيت نباتي نازل من 25 ل 17، زيت حياة ده زيت نباتي من زيوت نباتية نازل ب 17 ريال بدلا من 25 ريال، وزيت النخيل نازل 15 بدلا من 18 ريال، كله ده لتر ونص، ده زيت برضو نباتي زيت نخيل. في صاني برضو نازل ب 17 ريال بدلا من 25 ريال، زيت صاني. في هنا زيت شروق من العروض الحلوة جدا، الناس كتير واخدة منه، ده دوار شمس نازل ب 17 ريال، 17 ريال بدلا من 23 ريال. دي كل العروض اللي هي في الزيوت. عروض السمنة، في سمنة الشوكة والمعلقة، سمنة الشوكة والمعلقة دي نازل عليها عرض من 24 ريال ل 18 ريال، 900 جرام، 900 جرام نازل 18 بدلا من 24 ريال، دي هي سمن نباتي الشوكة والمعلقة. عروض التونة، في أكتر من عرض في التونة. هنشوف أول حاجة اللي هي التونة اللي هي باندا 185 جرام، نازل عليها عرض من 21 ريال 75 هللة ل 17 ريال، اللي هي 185 جرام باندا، اسم باندا. في باندا برضو اللي هي 100 جرام، التلات حبات نازلين ب 9.5 بدلا من 14 ريال 95 هللة، يبقى باندا النوعين اللي هو 100 جرام نازل التلات حبات ب 9.5 بدلا من 15 ريال، وفي اللي هي 185 جرام دي نازلة 17 بدلا من 21 ريال 75 هللة. في برضو تونة الريان، تونة الريان دي 200 جرام الواحدة، في زيت نباتي نازلة باتنين حبة ب 13 ريال بدلا من 22 ريال، من الأنواع الغالية. في برضو اللي هي بودي، بودي الحجم الصغير اللي هي 80 جرام، نزل عليها عرض 10 حبات نازلين من 59.5 ل 33.5، اللي هي تونة باندا اللي هي الحجم الصغير اللي هي 80 جرام. في برضو تونة جودي، انا قلت باندا ولا جودي؟ دي جودي يا جماعة، جودي اللي هي 10 حبات اللي هي الحجم بتاعها 80 جرام، نزل العشرة ب 33.5 بدلا من 59.5. في برضو جودي اللي هي 90 جرام، 90 جرام التلات حبات نازلين ب 12 ريال 95 هللة بدلا من 16.5، اللي هي برضو جودي 90 جرام، يعني في جودي 80 وفي جودي 90 جرام. في جرين فارم، جرين فارم اللي هي 160 جرام، دي كانت 170 ونزلوها ل 160 جرام، نازلة من 22.5 ل 17 ريال ونص، اللي هم التلات حبات اللي هي الجرين فارم. في بوتان، بوتان اللي هي 90 جرام نازل التلات حبات ب 12.5 بدلا من 15 ريال 75 هللة. في اكتر من عرض موجود. في هنا برضو عروض على التونة، هنا في تونة اللي هي الخير اللي هي الزرقاء دي في الماء والملح، نزل التلات حبات ب 18 ريال بدلا من 24 ريال، اللي هي 185 جرام فيها الماء والملح. وفي برضو اللي هي نفسها في زيت دوار الشمس برضو نفس السعر، التلات حبات نازلين ب 18 بدلا من 24 ريال، يعني في الماء والملح وفي زيت دوار الشمس اللي هي 185 جرام اللي هي باسم الخير. في برضو هنا السلمون،
السلمون نزل 4 حبات ب11 ريال بدلا من 16 ريال. نوع من السلمون هو سلمون المواسم، سلمون المواسم. الحجم بتاعه كام؟ الحجم بتاعه 215 جرام. لا مش 215 جرام، الحجم بتاعه 155 جرام. سردين او سلمون المواسم، ال4 حبات نازلين ب11 ريال بدلا من 16 ريال. دي كل العروض اللي هي على التونة والعروض اللي هي على السلمون او السردين المعلب. يعني قوي جدا وشايفين عليه اقبال كبير جدا، ناس كتير واخده منه، يعني اللي هو الشوفان، شوفان حبوب كامله شركه هناء. نازل عرض من 15.5 ل10 ريال، اللي هو 900 جرام، اللي هو 900 جرام. وشايفين الكميات كلها، يعني كميات كبيره بتباع منه، عليه اقبال كبير جدا في بند اللي هو حبوب كامله شوفان ده. اسم شركه هناء، 10 ريال بدلا من 15.5، 900 جرام. عروض على الهيل، في الهيل اللي هو زينة اللي هو الأخضر ده، نزل عرض حلو جدا. العلبة دي 1 كيلو، 1 كيلو اللي هي بالغطاء الأخضر ده، ده 1 كيلو من العروض المميزة جدا هذا الأسبوع. نازل من 150 ل60 ريال، الكيلو نازل من 150 ريال ل60 ريال. هيل زينة اللي هو بالغطاء الأخضر. في برضو تاني عروض على الهيل، في هيل اللي هو المهباج، المهباج الحجم بتاعه 495 جرام، 495 جرام، نازل 2+1 ب166 ريال، 166 ريال بدلا من 249 ريال، اللي هي شركة المهباج الواحد 495 جرام. في عافية برضو عامل على اللي هو حجمه 500 جرام، 500 جرام نازل 55 ريال بدلا من 140 ريال. دي عروض على الهيل، شركة عافية، وفي شركة زينة اللي هي بالغطاء الأخضر، وفي المهباج. ولك حرية الاختيار أي منهما أفضل لك. طبعا من وجهة نظر القناة اللي هو طبعا العرض ده هو أقوى عرض في الهيل. لو أنت محتاج هيل ده نازل 60 بدلا من 150، 1 كيلو. الطحينة، طحينة باندا اللي هي كام؟ اللي هي 500 جرام، نزل عليها عرض حلو جدا 13 ريال بدلا من 22 ريال، اللي هي 500 جرام. طحينة باندا 500 جرام نزل ب13 ريال بدلا من 22 ريال. مفيش أنواع تانية نزل عليها عروض، ده النوع اللي هو موجود عليه عرض اللي هي باندا فقط. عروض البهارات، في خلطة الوليمة، خلطة الوليمة اللي هي 300 جرام، نزل عليها عرض حلو جدا، ال2 حبة نازلين ب20 ريال بدلا من 36 ريال. كل أنواع الخلطات منها، خلطة البرياني والكبسة وكل الخلطات منها، نازل ال2 حبة ب20 ريال بدلا من 36 ريال، الواحدة 300 جرام. ورق العنب المعلب، في العرض اللي موجود على ورق عنب باندا، ورق عنب باندا اللي هو 980 جرام نازل ب16 ريال بدلا من 20 ريال، 16 ريال بدلا من 20 ريال. في اللي هو الجاهز، الجاهز على طول ده اللي فيه فيكتوريا 850 جرام، 15 ريال بدلا من 24 ريال. وفي اللي هو حدائق كاليفورنيا 15 ريال بدل من 24 ريال برضو. فيكتوريا وحدائق كاليفورنيا الاثنين نفس الحجم نفس السعر، اللي هو اللي جاهز للاكل على طول. قوي جدا على السكر الاسرة اللي هو الناعم او الناعمة والخشن اللي هو 13 كيلو، 13 كيلو نازل ب36 ريال بدلا من 48 ريال، اللي هو حجمه 13 كيلو نازل 36، نزل ب36 بدلا من 48 وربع.
سكر الأسرة اللي هو 13 كيلو. حوض حليب البودرة أو الحليب اللي هو المجفف. في المراعي، المراعي اللي هو كام؟ اللي هو 2 كيلو وربع. 2 كيلو وربع نازل من 86 لـ70 ريال، برضه من العروض الحلوة اللي هو المراعي. في ناس كتيرة بتشتري المراعي وعليه كوبال، يعني نازل من 86 لـ70 ريال، اللي هو 2 كيلو وربع. ده أول حاجة في الحليب اللي هو نازل، الحليب البودرة. في برضو هنا لونة، في لونة، لونة اللي هو 2 كيلو وربع نازل من 75 لـ69 ريال، اللي هو لونة من 75 نازل 69، اللي هو 2 كيلو وربع. في فريشكو، فريشكو نازل اللي هو 2 كيلو وربع نازل من 51 لـ42 ريال، 41 ريال 95 هلل، ولكن طبعا مش موجود منه، مش موجود منه، شكله خلص يعني عشان السعر بتاعه أقل. في برضو نيدو، نيدو اللي هي العلبة، العلبة دي 1 كيلو 950 جرام، نازل عليها عرض من 86 ريال 95 هلل لـ72 ريال، 72 ريال. في برضو هنشوف في عروض تانية على الخير، مثلا هنا الخير، الخير اللي هو 1 كيلو 800 نازل من 85 لـ70 ريال، اللي 1 كيلو 800. في برضو الخير هو نفسه 1 كيلو 800 نازل 70 ريال بدلا من 85، اللي هو الخير. في برضو الخير اللي هو 2.5 كيلو نازل من 113 ريال لـ90 ريال، نازل من 113 لـ90 ريال. يبقى الخير فيه نوعين، 2.5 كيلو نازل 90 بدلا من 113، و1800 نازل 70 بدلا من 85. دي العروض اللي هي موجودة قدامنا في الحليب المجفف، سواء الكيس أو العلبة. نشوف تاني برضو، هما دول اللي احنا قلناهم، هما اللي موجود عليهم العرض. برضو العروض اللي هي على حليب الأطفال، احنا بنهتم جدا ان احنا نوضح كل أنواع الحليب، حتى برضو حليب الأطفال دي من الحاجات المهمة اللي احنا بنحب نوضحها لو في عروض عليها. في النوع ده اللي قدامنا، ده النوع ده هو ده نازل عرض، هو نازل عرض اللي هو 900 جرام نازل من 85 لـ64 ريال، 900 جرام منه. هنشوف برضو الاسم تاني، ده الاسم بتاعه سيملاك، اسمه سيملاك جولد 4، ده اللي هو نازل عرض فيه حليب الأطفال يا جماعة، 900 جرام نازل من 85 لـ64 ريال، ده اللي هو نازل في حليب الأطفال. هنشوف برضو لو في نوع تاني، برضو هنا في نوع موجود حليب أطفال، الاسم بتاعه نيورلاك، نيورلاك اسمه نيورلاك، تركيبة غذائية للرضع، دي نازل الحجم بتاعه برضو 900، ده للأطفال اللي هم حتى 6 شهور. هم حتى كاتبين هنا، موضحين هنا، هو حليب نيورلاك المرحلة الأولى، هو تبع المراعي، نازل من 72.5 إلى 60 ريال. كده في نوعين نازلين على حليب الأطفال اللي هم احنا شفناهم دول. في نوع تاني برضو، ده اللي على طول بقى بينزل كل أسبوع احنا بنشوفه، حليب الأطفال ده اللي هو ده مكمل غذائي، فيه بالشوكولاتة، فيه هو كل اللي هنا بالشوكولاتة، فيه بالفانيليا برضو، فيه بالفانيليا، ده نازل من 107 ريال لـ85 ريال. يعني العرض ده كويس جدا على فكرة، لأني أنا دايما كنت بشوفه نازل لـ90 ريال، النهاردة نازل لـ85 ريال. طبعا ده من الأنواع برضو الحلوة جدا للأطفال، هو طبعا كاتبين هنا من 3 سنين لـ10 سنوات، كاتبين عليه من 3 سنين لـ10 سنوات للأطفال، وده الاسم بتاعه. فطبعا في 3 أنواع دلوقتي من الحليب نازل عليهم عرض، اللي هو حليب الأطفال.
كريمة الخفق المراعي 1 لتر نازل ب16 ريال بدلا من 28 ريال. الطبخ، كريمة الطبخ المراعي، في فرق بين الطبخ والخفق. الطبخ 16 بدلا من 28 ريال، 1 لتر المراعي. في الخفق، الخفق 20 ريال بدلا من 32 ريال، 1 لتر برضو المراعي. ودي الجبنة الموزاريلا، الجبنة الموزاريلا اللي هي المراعي 200 جرام، الاتنين حبة نازلين من 24 ريال 16 ريال، يعني الواحدة ب8 ريال اللي هي 200 جرام المراعي. في البقرات الثلاثة، البقرات الثلاثة اللي هي 400 جرام نازلة ب19 بدلا من 27 ريال. في بوك اللي هي 900 جرام، بوك 900 جرام نازلة 43 بدلا من 55 ريال، 43 بدلا من 55 ريال. في نوع تاني اسمه برايدل، برايدل دي نازلة ب 22 ريال، 450 جرام، 22 ريال. في برايد، برايد 1 كيلو، ده العرض الحلو جدا، نازل من 40 ريال ل 26 ريال، اللي هي البرايد 1 كيلو. دي شكلها طبعا، دي البرايد نازلة 26 بدلا من 40 ريال. عروض على قالب الجبنة اللي هو الجبنة المطبوخة دي، برايد 1 كيلو نازل من 40 ريال 26 ريال، نازل من 40 ريال 26 ريال، وهي صناعة سعودية. نقرأ كده الحاجات اللي عليها، التاريخ، التاريخ الانتاج برضه لازم نكون عارفينه كويس. ده طبعا قالب جبنة شيدر او قالب جبنة فاخيرة برايم، كيلو نازل من 40 ريال 26 ريال. عروض اللبنة، في اللبنة اللي هي المعلبة دي، لبنة بريزيدنت 275 جرام نازلة من 12.5 ل 11 ريال، اللي هي حجمها 275 جرام. ريزدن في لبن باندا، لبن باندا 500 جرام، 500 جرام نازلة 12 ريال بدلا من 15 ريال، دي نص كيلو يعني. في برضو لبنة اللي هي بوك، لبنة اللي هي بوك 400 جرام نازلة 9 ريال بدلا من 14 ريال، 400 جرام نازلة 9 ريال بدلا من 14 ريال. في لبن المراعي، لبن المراعي 700 جرام نازلة 15، نازلة 15 ريال بدلا من 22 ريال، اللي هي لبن المراعي دي 700 جرام نازلة 15 ريال بدلا من 22 ريال، ودي كل العروض اللي هي موجودة في اللبن المعلبة. عروض الشامبوهات والكريمات، عروض الشامبوهات والكريمات وزيوت الشعر وكل القسم ده اللي هو الصحة والجمال. العرض القوي جدا في الشامبوهات اللي هو الكلير، الكلير ده اللي هو للرجال أو للنساء، الاتنين حبة نازلين، الاثنين حبة نازلين ب20 ريال بدلا من 62 ريال، اللي هو ال 400 ملي، ال 400 ملي، شايفين ناس كتير واخده منه كمان اهو، يعني كميات بسيطه اللي موجوده. هو الحجم بتاعه 400 ملي، نازل العرض حلو جدا، 1+1 ب20 ريال بدلا من 62 ريال، ده اقوى عرض موجود في الشامبوهات. قويه جدا هذا الاسبوع، من العروض القوية جدا هذا الأسبوع اللي هو صن سلك، صن سلك اللي هو 400 أو 350 ملي شامبو أو بلسم، كل الأنواع منه نازل عليه عرض 1+1 مجانا أو نصف السعر، يعني الاثنين ب20 بدلا من 50 ريال، يعني أكثر من نصف السعر كمان، يعني في نوع نازل من 40 ل20 أهو، وفي نوع نازل من 50 ل20 ريال. يعني كل الانواع منه الاثنين ب20 بدلا من 40 او بدلا من 50، واللي هو الاكبر بقى
الحجم الأكبر اللي هو الواحد لتر نزل من 37 ل 25 ريال برضو سان سيلك. جدا برضو في منظف الغسيل اللي هو العملاق ده اللي هو 10 كيلو نازل من 95 ل 55 ريال. اوتوماتيك اللي هو الاخضر ده العملاق 10 كيلو نازل من 95 ل 55 ريال، منظف اوتوماتيك متنوع بقى متنوع. برسيل العباية من الحاجات المهمة جدا برضو اللي احنا بنحب نوضحها، لان اكيد في ناس بتهتم باسعارها. برسيل اللي هو شامبو العباية، العبوة دي 2 لتر و900 عبوة ترويجية 2 لتر و900 زائد 900 كمان 2 لتر و900 اللي هي العبوة الكبيرة دي، والصغيرة اللي معاها دي 900 ملي برضو نازل عليها عرض من 55 ل 45 ريال، من 55 نازلة 45 ريال. برسيل شامبو العباية 2 لتر و900 وعليهم 900 مجانا. برضو نفس الحجم هتلاقيه على 1 لتر و800 ده، 1 لتر و800 اتنين مع بعضهم 1 لتر و800 1 لتر و800 اتنين مع بعض برضو نازلين من 61 ل 45 ريال. من 61 دول نازلين 45 ريال، 1 لتر و800 في 2. في برضو بالنسبة لشامبو العباية في طيد للعباية بالداوني أو العطر الأصلي نازل الحبة من 50 ريال ل 40 ريال، من 50 نازل 40 الواحدة 2 لتر ونص 2 لتر ونص. ده كل العروض اللي هي في شامبو العباية، مفيش حاجة تانية. في البرسيل ده برسيل الأسواب البيضاء، يعني برسيل زي ما هو عامل شامبو العباية السوداء برضو عمل سائل غسيل للأسواب البيضاء، ده 3 لتر 3 لتر نازل برضو من 59 نازل من 59 ل 45 ريال. دي كل العروض اللي هي موجودة في برسيل العباية. برسيل العباية أو شامبو العباية في طايد برضو، الأنواع التانية مفيش عروض عليها أو احنا مش شايفين عروض عليها. القوي جدا هذا الاسبوع اللي هو الطيد حصري للاعضاء اللي هو 7 كيلو او 6 كيلو وربع، كميه اكثر توفير بسعر اوفر، كميه اكثر بسعر اوفر حصري للاعضاء. لو خدت واحد فقط ب60 ريال، لو خدت 2 ب110 ريال. ده من العروض القويه جدا هذا الاسبوع في بند الواحد ب60، الاثنين ب110 ريال. كل الانواع منه، في بالعطر الاصلي وفي بالياسمين وفي بالدوني اللي هو 7 كيلو ونص او 6 كيلو وربع. ال 450 جرام دي نازله من 17 ريال ل 12 ونص، نازله من 17 ل 12 ونص اللي هي 450 جرام. صدور دجاج ساديه في الحجم الكبير اللي هو ال 2 كيلو 2 كيلو نازل ب 40 ريال بدلا من 54 ريال، 40 ريال بدلا من 54 سادية. في اللي هي الشاورما، شاورما دجاج سادية نازل ال 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص نازل ب 50 بدلا من 60 ريال، اللي هي الشاورما 2 كيلو ونص برضه سادية 50 بدلا من 60. صدور دجاج باندا 1 كيلو 1 كيلو نازل ب 19 ريال بدلا من 32 ريال، 19 ريال بدلا من 32 ريال. صدور الدجاج اللي هي المجملة باندا نازل ب 19 ريال بدلا من 32 ريال. صدور الدجاج في كذا شركة عاملة عرض على صدور الدجاج، في دوك أو دوكس دي نزل عرض حصر للأعضاء كمية أكثر، يعني لو خدت كيس واحد الكيس 2 كيلو هيحسبهولك ب40 ريال، لو خدت 2 هيحسبه ب70 ريال، يعني الواحد ب35، فهنا في توفير 5 ريال.
يعني لو خدت واحد فقط ب40 ريال، لو خدت اتنين ب70 ريال. والكيس طبعا فيه 2 كيلو اللي هو دول، في داري 1 كيلو نازل من 29 ل 19 ريال، يعني نازل عليه عرض 10 ريال. صدور دجاج داري 1 كيلو نازل ب19 ريال، في صدور دجاج سيرة 1 كيلو نازل ب22 بدلا من 29، سيرة 1 كيلو 22 بدلا من 29. ده افضل عرض اللي هو ده. في كمان عرض على دجاج دو اللي هو الفرنسي ده، اللي هو حجم 900 جرام، واحدة نازلة من 19.5 ل 15.5، واحدة نازلة من 19.5 ل 15.5 الحبة الواحدة. الكرتون نازل ب148، 10 × 900، يعني الكرتون فيه 10، حجم 900، نازل 148 الكرتون. عرض على دجاج داري الكرتون هو اللي عليه عرض، نازل اللي هي 1100، نازل الكرتون ب150 بدلا من 205. الكرتون فيه 10 برضه في 1100، شركة داري برضه هنا على كرتون ساتيا اللي هو 800. ب800 الكرتون فيها 10، نازل عليها عرض 140 بدلا من 179.5، 140 بدلا من 179.5 اللي هي ساتيا 800 جرام الكرتون، والكرتون فيه 10 حبات. ساتيا اللي هي 800 نازل عليها عرض ب15 بدلا من 18 ريال، اللي هي 800 جرام نازل عليها عرض 15 بدلا من 18 ريال. الدجاج المجمد شركة ساديا الألف ومتين نازلين من 21 ل 17 ريال، اللي هي الحجم بتاعها كام؟ الحجم بتاعها 1 كيلو و200، 1 كيلو و200، 17 بدلا من 21. طيب الكرتون نازل ب150 ريال بدلا من 200 ريال، اللي هي الألف ومتين برضه. الكرتون نازل ب150 بدلا من 200 ريال. ساديا 1200 الكرتون فيه 10، فيه 10 حبات. عروض الدجاج المجمد دجاج رضوى، دجاج رضوى نازل الثلاثة اللي هو كيلو 100 نازل من 64.5 ل 50 ريال، نازل من 64.5 ل 50 ريال الثلاث حبات اللي هي كيلو 100. في الكرتون نازل ب100، 159، ولو خدت هو في عرضين هنا، الكرتون نازل ب159، 55 بدلا من 210 اللي هو 1100 برضه، اللي هو 1100 قوية جدا. في الجبنة الكريمي برضه اللي هي بوك دي، يعني عليها اقبال كبير جدا وناس كتير بتحب تشتريها، نازل عليها عرض من 43 ريال ل 25 ريال، اللي هي 500 جرام اتنين مع بعضيهم، يعني الواحدة ب12.5، ده سعر كويس برضو على الجبنة الكريمي، وشايفين ناس كتير واخدين منها. جبنة كريمي بوك اتنين مع بعضيهم نازلين ب25 بدل من 43 اللي هي 500 جرام. في برضو هنا نوع تاني اسمه دينار، دي دايما بتكون سعرها غالي، دينار اللي هي الشيدر او الجبنة الكريمي العادية، الواحدة ب20 ريال بدلا من 30 ريال، والواحدة 500 جرام برضه، الواحدة 500 جرام برضه. في اللي هي جبنة كرافت شيدر، نزل الواحدة 480 جرام بدلا من 26 نازلة 19 ريال، برضه دي بتكون غالية دايما اللي هي الكرافت. يبقى احنا شفنا كل الانواع، طبعا في اللي هو العرض الحلو جدا اللي هو بوك اتنين مع بعضهم ب25، وفي اللي هي ابو الولد دي برضو اللي هي 500 جرام
اتنين مع بعضيهم، اتنين مع بعضيهم ب20 بدلا من 40 ريال. دي عروض الجبنة الكريمي. عروض الجبنة الكريمي، في عرض حلو جدا على الجبنة الكريمي اللي هي أبو ولد. أبو ولد دي 500 جرام، نازل 1+1 مجانا 20 ريال بدلا من 40 ريال. اللي هي أبو ولد، احنا شايفين ناس كتير واخدة منها اهي. أبو ولد اللي هي الجبنة الكريمي 500 جرام، 1+1 ب20 ريال بدلا من 40 ريال. دي أول عرض في عروض الجبنة الكريمي. في برضو عرض قوي جدا حصري للأعضاء، سعرين نازلين اهو حصري للأعضاء، اللي هي الجبنة الكريمي اللي هي 900. الاتنين حبة دول بيجوا مع بعضيهم، اللي هي المراعي، الاتنين حبة نازلين ب36 ريال، أو عرض عادي ب40 ريال، حصري للأعضاء ب36 ريال، أو عرض عادي ب40 ريال. يعني هتلاقي الفرق كله كام؟ 3 ريال. طبعا ده عرض على الجبنة، جبنة القشطة المعلبة. في كذا نوع طبعا نزل عرض هنا. في ندك الواحدة 170 جرام، التلات حبات نازلين ب12 ريال بدلا من 14 ريال، 85 هلل. اللي هو نادك، فيه برضو عرض على شبيهة قشطة المراعي، الأربع حبات نازلين من 18 ريال ل11 ريال. يعني ده يعتبر عرض كويس جدا، برضو نفس الحجم اللي هو 170 جرام، 170 جرام. يعني في نادك وفي المراعي. هنشوف لو في نوع تاني. في نوع تاني برضو هنا نازل، هي نادك والمراعي فقط، نادك والمراعي. في بوك ممكن تكون موجودة في مكان تاني. يبقى هنا في عرضين على القشطة المعلبة. المراعي يعتبر أقوى من ندك، نازل الأربعة ب11 ريال بدلا من 18 ريال، وندك نازل التلاتة ب12 ريال بدلا من 15 ريال. دي عروض القشطة المعلبة. في باندا اهو، باندا كمان. يعني باندا دي مكتوب عليها قشطة، مش مكتوب عليها شبيهة قشطة، وتكون سعرها غالي شوية. يعني دي أغلى من المراعي وأغلى من ندك، لأن مكتوب عليها قشطة وليست شبيهة قشطة. نازل الأربعة ب13 ريال بدلا من 22 ريال، اللي هي باسم باندا، اللي هي باسم باندا. عروض الحليب المبخر. الحليب المبخر ده في ناس كتير يعني بتحبه للشاي وكده. في طبعا نوعين، اللي هو قليل الدسم وكامل الدسم. العلبة 170 جرام، الأربع حبات نازلين من 14 ريال ل10 ريال، 95 هرق. ده الحليب المبخر اللي هو المراعي، طبعا ناس كتير واخدة منه كميات طالعة منه هنا. نازل عليه عرض من 14 ل11 ريال، الأربع حبات الواحدة 170 جرام. في نوع تاني نازل برضو، اللي هو لونة، لونة حليب مركز، حليب مركز برضو يعني بيستخدم للشاي. في اللي هو اللايت، وفي قليل الدسم وكامل الدسم. نازل الخمس حبات من 10 ريال، من 19 ريال 75 هللة ل12 ريال. الحجم بتاعه 170 برضو، 170 جرام. برضو هنا لقمة القاضي، لقمة القاضي شركة فوستر دي كلاركس. دي برضو نزل عليها عرض حلو جدا، الواحدة 500 جرام، نزل الاتنين بدلا من 18 ريال ل11 ريال. الاتنين حبة نازلين من 18 ل11 ريال. ده هو ده يعني العجينة أو خليط لقمة القاضي للناس اللي بتحبها. نزل العرض ده كويس جدا اهو، الاتنين ب11 ريال بدلا من 18 ريال. عرض على كريم كراميل. كريم كراميل ده من النوع ده، من الانواع المطلوبة جدا على فكرة. ده نازل التلات حبات نازلين ب8 ريال بدلا من 13.5. كريم كراميل. برضو في هنا جيلي، جيلي اللي هو الفاستر برضو، ده التلات حبات نازلين من 10.5 ل8 ريال، الحجم بتاعه 85 جرام.
برضو عرض على خليط خفق مشكل اللي هو فاستر كلاركس، ده طبعا اللي هو برضو للحلويات، دي كريمة يعني زي الكريمة كده، كريمة الفراولة وفي كريمة الفانيليا وفي يعني في كذا نوع منها، نازل الثلاث حبات نازلين من 21 ريال ل 12 ريال، الواحدة تمنها أو سعرها قبل العرض 7 ريال، الحجم بتاعها 72 جرام، ثلاث حبات نازلين ب 12 ريال بدلا من 21 ريال، في كذا نوع منها، في كذا نوع منها. حلو جدا ومن أقوى العروض الموجودة في بند هذا الأسبوع، خليط الكيك اللي هو البيتي كروكر، الواحدة 500 جرام، نازل عليهم عرض حوالي نصف السعر، نازل من 32 لتمنتاشر ريال، الاتنين حبة نازلين بتمنتاشر بدلا من 32 ريال. كل الأنواع بقى، يعني في أنواع كتير منها، هتلاقي كل الأنواع نازل نفس العرض، خليط الكيك اللي هو البيتي كروكر. ودي الصلصة أو معجون الطماطم، فيه لونة، لونة نازل عليها عرض ب10 ريال بدلا من 13 ريال، اللي هو الباكت اللي فيه 8 حبات، الواحدة 135 جرام، نازل عليها عرض من 13 ل10 ريال، شركة لونة. شوف العرض القوي جدا بقى اللي هو على السعودية، السعودية كمية أكثر، يعني لو شريت واحدة ب14 ريال، لو شريت 3 ب33 ريال، يعني الواحدة ب11 ريال. طبعا احنا عارفين اللي هي السعودية دي بيكون عليها اقبال كبير جدا، ومن الانواع المعروفة جدا، يعني كمية اكثر بسعر اوفر، حصر للاعضاء، الواحدة ب14 والتلاتة ب13 ريال. دي عروض الصلصة وعروض معجون الطماطم. دي آخر حاجة معانا في الفيديو الأول اللي هو المواد الغذائية الأساسية. شفنا حاجات كتير جدا مهمة جدا في رمضان وعروض قوية جدا. أتمنى لو أنت وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، كونوا معانا دايما، تابعونا لباقي تغطية عروض بندا، لسه احنا في البداية، في عروض كتير جدا، فيديوهات حرب ضرب نار، فيديوهات ضرب نار في بندا، عروض أقل الأسعار، عروض رمضان. كنا معكم من عروض بندا جوكر العروض نسر اليوتيوب، من عروض بندا الأسبوعية من يوم 1 فبراير إلى يوم 7 فبراير عروض رمضان. أشوفكم بخير، تابعوني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاي، في شاي الربيع نازل عرض على اللي هو 800 جرام اللي هو الفرط ده اكسبريس، نازل من 35 ل 29 ريال، اللي هو 800 جرام كان بينزل ل 20 ريال في الاول، يعني قبل الضريبة وقبل العروض قبل الاسعار دي كان بينزل ب 20 وب 18 كمان، النهارده نازل من 35 ل 29 ريال، اللي هو 800 جرام الفرط ده شاي الربيع. سائل غسيل الصحون، سائل غسيل الصحون فيه عرض قوي جدا على سائل غسيل الصحون اللي هو باندا، اللي هو 1 لتر، 1 لتر نازل من 21 ريال، او نازل من 30 ريال، نازل من 30 ريال للاتنين الى 15 ريال، يعني 1+1 مجانا، وشايفين يعني عليه اقبال كبير جدا، والناس واخده منه كتير يعني جدا، لانه يعني يعتبر برضو من الانواع الحلوه، في بالتفاح وفي العادي، في بالليمون، في برضو من العروض اللي هي سائل غسيل الصحون في لوكس، لوكس بالليمون 750 ملي، نازل من 15 ريال ل 8 ريال، اللي هو لوكس. في بريل، بريل اللي هو لتر، لتر او لتر ونص، بريل نازل من 17 ريال ل 13 ريال، من 17 ريال ل 13 ريال، اللي هو لتر، مفيش لتر ونص، دايما كان بينزل لتر ونص بنفس السعر، ولكن مفيش لتر ونص، اللي هو بريلا ده. دي العروض اللي هي نازله في سائل غسيل الصحون، يعني مفيش على فيري، انا مش شايف على فيري النهارده عروض، في اللي هو باندا
وفي لوكس وفي بريل، ثلاثة دول.